مشروع لونيتا يقدم لنا هدية قيمة، فهو يسمح لنا تقريباً بأن نكون في مدينتين في وقت واحد. يكفي الدخول إلى هذه القبة في برلين لتجد نفسك في بولندا، وبالتحديد في مدينة فروتسواف عاصمة الثقافة الأوروبية لهذا العام. لونيتا هو بمثابة النافذة، نافذة بين مدينتين منفصلتين بفعل العديد من المعطيات. أولاً لأنهما في بلدين مختلفين يتحدثان لغتين مختلفتين وتفصلهما الحدود الجغرافية، ولكن أيضاً الخيال والذاكرة. ويرجع ذلك أساساً إلى العام 1945 عندما كانت فروتسواف مدينة ألمانية تسمى بريسلاو. نظام الكاميرا أمر بالغ الأهمية في مشروع كهذا. الشاشات مثبتة على هيكل لعرض صور مباشرة لعاصمة أوروبا الثقافية. من الناحية الفنية، ما هو جديد هنا هو أنه لدينا 60 شاشة مرتبطة ب60 حاسوباً نستخدم الشبكة، ولدينا بث مباشر مع مدينة أخرى. يمكننا ربط مدينتين في الوقت الحقيقي بفضل مشروع لونيتا. التثبيت سيبقى معروضاً حتى 3 يوليو المقبل في برلين لعيش تجربة استثنائية.